أنا صاحب عيلة أحلى عيلة في العالم، ومرتي ملكة جمال العالم، وأولادي بيشبهوا الألوان من حلاوتهم، وأنا بحبهم وهم بموتوا علي. أنا بدي أحكي لكم قصة حياتي، وأكثر حاجة بزعلني بديش أطول عليكم. إيش رأيكم تاخذوا هالذرة تاكلوا هالذرة؟ أكثر حاجة بحبها في الدنيا اللي هي مرتي، أكثر من أولادي. يعني بفدي أولادي كلهم ولا مرتي، مرتي عندي أغلى حاجة في الدنيا. إذا شبعت أنا بشبع، إذا جاعت أنا بجوع. يعني مريحاني والله، مسعداني، سعدين أكثر يمكن لا ملك ولا وزير ولا رئيس أسعد منا في بيتنا. سعداء كثير. أنت تجوزتها عن حب؟ لا والله، والله كنت ما بدي إياها، ما كنتش بدي إياها، وأبوي الله يرحمه وأمي بالغصب جوزوني إياها، وتجوزت. ودائما بشكر وأنا بصلي، بشكر ربي اللي الله وقعني فيها وقسمة القسمة وأخذتها. وولادي كمان ما أحسنهم، وكنينا ما أطيبهن وما أحسنهن. أنا إلي 42 سنة متجوز، والله الزعل لابد، لكن من الصالح دغري. بتقول لي وبتطلع من الصبح بدري من الساعة 6 وبتروح بعد المغرب على 20 شيكل، طب بلاش تطلع؟ بتقول لي أولادك بيعطوك أو أنا بعطيك. هي معاها مصاري، هي أولادها بيشتغلوا وبيعطوها، أنا نادر لما يعطوني، بطلبش منهم. بدها تعمل حرام مستقبل للولدين الصغار. أصله الوقت كل منابه بالصعب، هاك لهم يا حرام الولدين الصغار. أكثر حاجة بزعلني في الحياة الصحيح لما أشوف واحد بضرب واحد أو واحد بقتل واحد. الناس مش مليحة مع بعض عشان الناس بتحبش الخير لبعض، الناس بتغار من بعض. على إيش لما بيجوا بقصفوا عمارة وفي قلبها أطفال؟ إيش بربحوا؟ إيه بيستفيدوا؟ طيب يا عمو، ليش كل الناس بتحبك؟ بأذيش حدا، عمري معك، عمري في حياتي ما تمنيت لواحد الشر، ولا عمري أذيت واحد، ولا عمري غلطت على واحد. اللي بغلط علي بقول الله يسهل عليك إني سمحتك. إذا شفت واحد بتكاتل واحد على 10 شيكل ولا على مصاري، أنا بدفعها وبأبعد المشكلة هذه. ما بحبش المشاكل، الله خلقني وقلب ضعيف، بحبش أشوف واحد بضرب واحد. أكره علي أشوف واحد بضرب واحد في التلفزيون، ما بقدرش أشوف واحد بقتل واحد، سواء فيلم سواء حقيقي ما بقدر. أيام ما قتلوا الطيار داعش، قتلت الطيار الأردني، تأثرت، ما بحبش، بقدرش أشوف. فلقيت واحد بفرف الذرة، فعجبتني الفكرة، قلت والنبي هذه شغلة مريحة وكويسة وهذا اللي بقدر عليها. والله صرت أجيب ذرة وأفرف، انشهرت في الذرة، الكل صار يجيني. صبرنا حالنا ولا صبر الناس علينا.
لتشوفوا أكثر من قصة إنسان، اشتركوا معنا على القناة وفعلوا جرس التنبيهات، وإذا عجبكم هذا الفيديو شاركوا الرابط مع أصحابكم واكتبوا لنا رأيكم، وإذا كان عندكم قصص بدكم تشوفوها على قناتنا خبرونا عنها بالتعليقات.